صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاف سيدي من تمسك بكم. أمن من لجا من والتجا إليكم سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سائلي الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه بجم، هذا الذي تعرف المطحال وطأته والبيت يعرفه والحيط والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه إلهي ما جرى القدم، هذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوصي الذي في سيفه نظم، لو يعلم الركن من قد جاء يلزمه لخر يلزم منه ما وصل قدم، يكاد يمسك عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مآبته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ما قال قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. هذا علي رسول الله والده، أمست بنور هداه تهتدي الأمم،
يهديه أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرته والعلم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكان علم هذا ينتهي الكرم. أي الخلائق ليست في رقابهم لأوليتها يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. يلمى إلى ذروة العز التي قصرت عن ألا كف وعن القدم. من جده صلى الله عليه وآله من جده دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دانت له الأمم. مشتقة من رسول الله نفعته طابت عن عصره والخيم والسيم. ينشق نور الدجى عن نور غرته كالشمس ينشق عن إشراقها الظلم. من معشر حبهم دين، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم ملا واعتصموا. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم ملا واعتصموا. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم بالكلم. لا يستطيع جواد بعد غايتهم ولا يدانيهم قوم وإن كلموا. يستدفع الضر، اللهم ادفعنا عن إخوان المؤمنين أرمياء الضر والبلوى في رب أهل البيت. يستدفع الضر والبلوى بحبهم ويسترب به الإحسان والنعم. وليدة من قصيدة للفرزدق، شاعر أهل البيت والمستميت والمتفاني في حب أهل البيت، وهكذا يفعل الحب، وهكذا يفعل الحب الصادق
المثبتة من أعماق القلب بأهله وذويه. ألا تعلق وأمثال الفرزدق من شعراء أهل البيت هم وسائل الإعلام في ذلك الزمان أو في هذا الزمان لأهل البيت، حيث يخلو ذلك الزمان من وسائل إعلام، فيعتبر الشاعر كصحيفة سياسية أو إعلامية أو ما شابه ذلك. ولذلك ترى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فتحوا هذه الثورة لشعرائهم ومحبيهم حتى يعرف الناس بفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مع أن الأحاديث والروايات والآيات كثيرة، لكن أيضا كانوا أهل البيت يأكدون ويركزون على هذا المعنى يحثون الشعراء على نشر فضائلهم وما لهم عند الله عز وجل. وطبعا الشاعر الذي حبه منبثق من أعماق قلبه لا يقتدي، يعني لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا يقتدي بذلك إلا الله، إلا وجه الله سبحانه وتعالى. يعني أكو إنسان قد يكون محب لأهل البيت، لكن أكو عند جانب يرجو المادة، ولذلك تارة يمدحهم وتارة يمدح غيرهم، وينزل إلى مستوى الحظير والعياذ بالله، ويخلط الحامل بالنابل، بدلا من أن يمدح أهل التقى، أهل الجود، أهل العظمة، أهل العلم، أهل العفة، أهل الطهارة، ينزل إلى الحظير فيمدح منهم في الحظير ويرفعهم إلى السماء، يرفعهم إلى السماء. ليش؟ تلقاء دريهمات، تلقاء دريهمات يأخذها في هذه الحياة، وما هي إلا قلائل يحول في هذه الكلمات الشعرية أو الفقرات الشعرية، يحول الحق إلى باطل والباطل لا. فريح الفرزدق أنشأ هذه القصيدة في بيت الله الحرام على إثر حادثة، وهو أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه فقيد هذا اليوم، الراحل في هذا اليوم العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، جاء إلى البيت الحرام ليطوف حول الكعبة، وذكر الله وإياكم الوصول، فاستجهر الناس له. هشام بن عبد الملك جالس خليفة الزمان، فإن جلسوا برملة أو بهند نبايعها أميرة المؤمنين، بدون الخلفاء، خلفاء بني أمية وخلفاء بني عباس، هم هؤلاء. هشام بن عبد الملك جالس وحوله جماعة من أهل الشام، وكان قبل جاء ليستلم الحجر لطوف البيت ومنعهم زحام، يعني ما قال الله الله الناس، زحام رايح كثير ما استطاع، والبيت تعرف الناس سواسية في البيت. فكلما أراد أن يطوف، كلما أراد أن يستلم الحجر ما استطاع، نصبه إلى الكرسي وجلس، وقام ينظر إلى الناس شلون يطوفون حول البيت، وإذا بشخص قد أقبل أقملي الزهري صلوات الله
عليه وسلامه عليه. لكن المؤلفون الوصول يقولون قد أقربته أحزانه وأطلقته أسنانه، استجهر الناس إليه. من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ ولد الطواف، ولد الطواف أخرج الناس إليه. قال كل ما يصل إليك أخرج الناس إليه، أن كمل الطواف والناس يقولون من هذا؟ من هذا؟ إلى ولا هشام، أتعرفه؟ هل أنت خليفة الزمان ما استطعت أن تطلب من بيت؟ شو هذا يستلم الأركان، الضوء يستلم الحجر، منو هذا؟ قال لا أعرفه. ما عرفه، ما بيني وبينه ما عرفه. إيه وليش عرفه؟ يعني عرف الناس أنه الشاميين عاشوا زمن، أهل الشام عاشوا زمن ويحلفون بالله قسم أنهم لا يعرفون لمحمد آش إلا لبني أمية. هذول آل محمد بن أمية هم آل محمد، ما يعرفون آل محمد لمحمد آش إلا بني أمية. هاي وسائل الإعلام يا أخي تضليلية في كل زمان ومكان. وحاولت وسائل الإعلام التضليلية في كل زمان وحتى في هذا الزمان طمس الحقائق، لكن أهل البيت يكفرون على العالم. ولذلك تشوف الذي يعود في الفارس فلان 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 مروان فلان، في أهل البيت بينك وبينهم عداوة، ليش بتجيب تذكرهم؟ أعداؤك يا محمد ليش ما تجيب ذكر غيرهم؟ وين الحسن؟ وين الحسين؟ وين علي؟ وين فلان؟ لا قليل ولا كثير. ما تروحنا وسائل الإعلام لا في صحيفة ولا في تلفاز ولا في مذيع. أريحان قال لا أعرفه، فردك واقف. قال لكني أعرفه. قالوا له أهل الشام ومن هو الذي أنشأ القصيدة إلى آخرها؟ هذا الذي تعرف القصيدة، قصيدة طويلة عريضة. يقولون أمر هشام بحبسه، أمر بحبسه في عصفان. عصفان بين مكة والمدينة، خلوه بالسجن. فأنشأ بيتين في هشام، فجاء يعني حجو أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حول أقبال العيوب ولم يشم أحول. من فوق جابوا البيتين إلى هشام، قال اطلقوا سراحا. اطلقوا سراحا صراحة قبل أن يأتينا ما هو شر من ذلك. اطلقوا سراحا. قال ابو إلي جابوا، قال يا خرزق لم لا قلت فينا مثل هذه القصيدة؟ قال يا هشام هات جدا كجدك وأبا كأبي وأما كأمة وأنا أقول فيكم. أخو يا أخي، أخو في الدنيا بشر زين العابرين بعد الحسين، ليس في هذا الشر الأوسط الذي هو مهد النبوات، من يوارع الإمام زين العابدين عليه السلام في كل شيء، في جميع الجنبات الحياتية، في جميع جوانب الحياة، ليس في هذا الشر الذي هو
إنابته إلى الله. اللهم إلا آباؤه الطاهرون الذين أضاءوا الحياة الفكرية بنور التوحيد وواقع الإيمان. ولقد حكت سيرة هذا الإمام الطاهر سيرة الأنبياء والمرسلين وشابههم من جميع ذاتياتهم واتجاهاتهم، فكان كالمسيح عيسى عليه السلام في زهده وتقوى، وكالنبي أيوب في صبره وبلوى، وكالنبي محمد في صدق عزيمته وسمو أخلاقه، وحسبه أنه وحده عرف في هذه الدنيا كلها بزيد العاملين، ولم يعرف أحد بهذا اللقب سواه. وقد فرض الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بعد أبيه الحسين على مسرح الحياة الإسلامية كألمع سياسي عرفه التاريخ، وقد استطاع صلوات الله عليه بمهارة فائدة أن ينشر أهداف الثورة التي فجرها أبوه القائد الملهم لمسيرة واثرة. فأبرز الإمام سلام الله عليه أهدافها وقيمها الأصيلة بأسلوب مشرق، كان في منتهى التقنين ومنتهى الأصالة ومنتهى الإبداع. لقد قام هذا الإمام الطاهر صلوات الله وسلامه عليه ببلورة الفكر العام وإزاحة التخدير الاجتماعي الذي منيت به الأمة الإسلامية من جراء الحكم الأموي الأسود الذي شن الحركة الثورية للإسلام وأحال حياة المسلمين إلى أشلاء مبعثرة ما بها من حياة ما بها من إحسان. فشوى الإمام زين العابدين وضع العبرات الناشفة في أروقة السياسة الأموية ففدرت نصرهم المجعوم ونسفت معالم لهوهم وغرورهم وجبروتهم، وأعاد الإمام السجاد إلى الإسلام حياته ونظارته. فقد حقق الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذه الانتصارات الباهرة بمواقي خطبه الحماسية التي ألقاها على الجماهير الحاشدة في الكوفة في دمشق في يثرب، والتي كان لها الأثر البالغ في إيقاظ الأمة وتحريرها من عوامل الخوف والإرهاب. لقد كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه من أقوى العوامل في تخليد الثورة الحسينية وتفاعلها مع عواطف المجتمع وأحاسيسه، وذلك بمواقفه الباهرة التي لم يشهد لها التحريق مثيلا في دنيا الإسلام أو دنيا الشجاعة والبطولات. من هذه المواقف أنه عليه السلام لما حُعِل إلى ابن مرجان الذي هو أقدر الإرهابي على وجه الأرض استهان الإمام زين العابدين به ونعى عليه ما اقترفه من عظيم الجريمة والإثم. هدده الطاغية بالقتل، إلا أن الإمام زين العابدين لم يعن به وسدد له السهام النافذة لقلبه ببليغ خطابه، وصار الخطاب الإمام مع ذلك الطاغية صدم هام في الأوساط الرسمية وغيرها. وظل الإمام زين العابدين سلام الله عليه يلقي الأرواح
على معالم الثورة ويبث موجاتها على امتداد الزمن والتدريب. وكان من مظاهر تجريده للثورة كسرة بكائه على ما حل بأبيه وأهل بيته وأصحابه من أحوال يوم الطف. فقد حرم الإمام على نفسه الفرح والسرور وذاب أسى وحزنا. وعد من البكائين الخمسة الذين مثلوا الأسى على امتداد التكريم. وفيما أحسن أن كثرة بكاء الإمام سلام الله عليه ليس من عظم ما مني به من الخطوب والمصائب اللسان التي حلت به من فزائع كربلاء، وإنما كان تخييدا لتوبة أبيه الحسين التي جاءت أو كانت من أجل تحرير هذا الإنسان من الظلم والعبودية والطغيان. وقد أحدث بكاؤه لوعة في نفوس المسلمين، ولعل هذه الظاهرة من جملة العوامل التي حفزت الجماهير الإسلامية على منادة الحكم الأموي الأسود، فأعلن أبناء الصحابة عصيانهم المسلح على حكومة يزيد التي استهانت بغير الأمة، استهانت بمثل الأمة ومقدرات الأمة. واتجه الإمام زين العابدين عليه السلام بعد كارثة كربلاء صوب العلم، اتجه بعد كارثة كربلاء صوب العلم لأنه عليه السلام وجد فيه خير وسيلة لأداء رسالته الإصلاحية، كما وجد فيه خير ومان لراحته النفسية التي أذابتها كوارث كربلاء. وأقبل أبناء الصحابة والفقهاء والعلماء للامتهان من نمير علمه، فأخذ يوديهم بعلومه ومعارفه ليكونوا منارا للأدب والعلم في العالم العربي والإسلامي. وقد انمرى أبو الأئمة صلوات الله وسلامه عليه انمرى إلى إنارة الفكر والعلم بشتى أنواع العلوم والمعارف، وقد حث سلام الله عليه وقد حث الناس إلى الإقبال على طلب العلم ودراسته. فكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه حقا من المؤسسين للكيان العلمي والحضاري في دنيا الإسلام. أما ثرواته الفكرية، طبعا احنا اليوم بصدد هذا المظلوم صلوات الله وسلامه عليه، قضية أن الإمام لزم البكاء وأنه لم يفجر من البكاء هذا صح، لكن ما كل جوانب غير هذه الجوانب. طبعا الإمام سلام الله عليه ذاته سرير، ثروة هائلة الإمام ثروة هائلة، فنحن طبعا لا نستطيع أن نعدد تلك الجوانب السرير، وإنما من باب يعني كلام على الهوامش كما يقولون رجلي فقط. وإلا من الذي يبلغ، من الذي يستطيع أن يعد جوانب الإمام؟ العلمية لزين العابدين عليه السلام لم تقتصر على جانب واحد، وإنما شملت الكثير من العلوم، كعلم مثلا التفسير، كعلم التفسير، كعلم الكلام، كعلم الفلسفة، علوم التربية والاجتماع. وقد عني أبو الأئمة بعلم الأخلاق بصورة خاصة، واهتم به اهتماما بالغا. ليش؟ لأنه عليه السلام رأى انهيار الأخلاق
هذه انهيار الاخلاق الاسلاميه في ايام راى انهيار الاخلاق الاسلاميه من جراء الحكم الاموي الذي حمل اعمده الهدم وكأن الحكم الأبوي الأسود قد امتد ليحمل أعمدة الهدم على جميع القيم، على جميع الأصول، على جميع القيم الأخلاقية. فانظر الإمام زين العابدين عليه السلام لتهذيب المجتمع وإصلاحه، ويقول بعض الكتاب يقول الشيعة عن أنه حين استسلم الناس لشهواتهم تابعين لملوكهم. يريد يقول أن الناس عبيد ملوكهم. عمر بن عبد العزيز يقول أن السلطان بمنزلة السوق يجمع إليها ما ينفق فيها، فإن كان برًا أتوا ببرهم، وإن كان فاسدًا أتوا بفسادهم. مشكل. فهذا الكاتب يقول عن الإمام زين العابدين عليه السلام تقول الشيعة عنه أنه حين استسلم الناس لشهواتهم تابعين لملوكهم أخذ الإمام سلام الله عليه يداوي تلك النفوس المريضة بالصلاحات الأخلاقية والآيات السامية. ولعل من أجمل تلك الثروات بل من أهمها وأكثرها عطاء في تنمية الفكر في العالم العربي والإسلامي هي هذه الأدعية المأثورة عن الإمام السجاد سلام الله عليه التي حوتها هذه الصحيفة مسمات الصحيفة السجادية، والتي أسماها العلماء تارة بزبور آل محمد وتارة بإنجيل آل محمد، وعدوها في الأهمية بعد القرآن الكريم وبعد نهج البلاغة، وهي بحق إذا قرأتها وأمعنت إلى ما فيها من محتويات بحق منهج متكامل للحياة الإسلامية الرفيعة. هاي الصحيح منهج متكامل للحياة الإسلامية الرفيعة. ومن الجدير بالذكر أنها قد احتلت المكان المرموق عند الأوساط العلمية الإمامية، فعكفوا على دراستها وشرحها، وقد تجاوزت شروطها أكثر من 65 شرحا. ومن مظاهر الاهتمام بها أنهم كتبوا منها نسخا بخطوط جميلة عربية، كما زخرفت بعضها بالزخرفة الثمينة التي تعد من أنفس الزخارف الخطوط العربية. ونعود إلى الصحيفة ونقول أنها أن أهميتها لم تقتصر على الأوساط العربية والإسلامية، يعني لم تقتصر على العالم العربي وإنما تعددته إلى العالم الغربي. الآن الصحيفة السجادية ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، ترجمت إلى اللغة الألمانية، ترجمت إلى اللغة الفرنسية، وأقبل علماء تلك الأمم والشعوب على دراستها والكشف عن محتوياتها، وقد وجدوا فيها كنزا من كنوز الفكر والعلم، كما وجدوها تفيض بالعطاء، في تلبية النفس وتهذيبها. وحقا أنها قد حوت
يعني هذه الصحيفة أنواع وأنواع من الثقافة العالية التي قل أن توجد في كتب دينية أو أخلاقية. أما مصر الإيمان سلام الله عليه وعناصره النفسية فإنها في الحقيقة تقهر العقول تحير الألباب. مصر الإيمان زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وعناصره النفسية تقهر العقول وتحير الألباب وتدعو إلى الاعتزاز والفخر لكل مسلم بل لكل إنسان يدين بإنسانيته ويخضع لقيمها ومثلها. لقد تحلى هذا الإمام الطاهر بكل أدب وتزين هذا الإمام الطاهر بكل شرف وفضيلة وتجرد هذا الإمام الطاهر عن كل أمانية وابتعد ابتعادا مطلقا عن جميع زخارف الحياة ومبادئها. وكان من ألمع نزعات الإمام سلام الله عليه من ألمع نزعات الإمام الطاهر صلوات ربي وسلامه عليه الانقطاع إلى الله والإنابة إليه. فقد شاعت في قلبه وجسمه وعقله محبة الله والخوف منه وأشرقت نفسه الطاهرة بنور اليقين بالله وامتلأت ذاته أملا ورجاء برحمة الله. وقد أجمع المؤرخون جميعا على أن الإمام أجهد نفسه أي إجهاد بعبادة الله وطاعته وحملها من أمرها رهقا ونظرا لكثرة عبادته فقد لقب بسيد الساجدين وزين العابدين وإمام المتقين. وكان إذا وقف مناجيا لله أرسل ما في عينيه من دموع. إذا وقف يصف حماد بن حبيب الكوفي بأنه شاهده وهو ينادي ربه في حادثة من الحوادث. يقول خرجنا حجاج سنة من السنين في العراق انتهينا إلى جبال وصلنا إلى هذا المكان هبت ريح سوداء مظلمة قطعت بي مطيتي فالحادثة عن الإمام صلاه الله عليه. لأن إحنا إذا نريد نطلق الزمام والعنان للتحدث عن مكارم الإمام ومعاجل الإمام وجوانب الإمام يقول المقام لا شك، لكن حادثة من الحوادث. على أي حال يقول وصلنا إلى هذا المكان قطعت بي مطيتي عن القافلة تهتنني الليل كنت في تلك البراري أريت إلى شجرة قمت عليها ثلاث الظلام وإذا أنا بشاب مقبل وعليه أطمار بيض تفوح منه رائحة المسك. يقول أخفيت نفسي في الشجرة واستطعت لكي لا يراني أو أراه. فاقترب الشاب من الشجرة وتهيأ للصلاة، تهيأ يعني توضأ. منين الماء ما ادري. بعد ان توضأ للصلاة وقف قائما مناجيا قائلا يا من حاز كل شيء كلمات الإيمان أولد قلبي فرح الإقبال عليك
ميدان المطيعين ثم دخل في الصلاة. يقول لما دخل في الصلاة هدأت أعضاءه وسكنت حركاته، فنزلت من الشجرة وأتيت إلى المكان الذي تهيأ فيه للصلاة، وإذا بعين ماء تدبع. صلوا على محمد. فتهيأت للصلاة يعني توضئت، وقمت من خلف وإذا بمحراب كأنه قد مثل في ذلك الوقت، فسمعته يقرأ القرآن ويردد آيات فيها الوعد والوعيد حتى تقشع الظلام. فلما تقشع الظلام وسب قائما وسمعته يقول يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا وهمه الخائفون فوجدوه معقدا متى راحت من نصب لغيرك بدنا. هذا إمامنا، هذا إمامنا ومقتدانا. متى راحت من نصب لغيرك بدنا ومتى فرج من قصد غيرك همته. إلهي إلهي تقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من حياض مناجاتك صدرا. صل على محمد وآل محمد. فخفت أن يفوتني شخص ويخفى علي أمره. صحت به بالذي أسقط عنك تملال التعب ومنحك شديدة لذة الرهب، إلا ما خلفتني منك جناح رحمة وكنف رقة، فإني ضال عن الطريق. فقال لي بلطف: لو صدق توكلك ما كنت ضالا، لكن اتبعني وفقته. يقول اتبعته بقيت أزرة إلى أن عد إلى الشجرة، فتخيل لي أن الأرض تميل من تحت قدمي. إن بلغ عمود الصبح قال لي: أبشر يا عمال، فهذه مكة. وين دبالة؟ مصلحة ومسالح العراق، منطقة مطار مناطق العراق والمكة. أبشر فهذه مكة. يقول حماد: فوالله لقد سمعت الضدة ورأيت الهدلة. يقول سمعت الضجيج بأذني ورأيت الفرات بعيني. قلت بالذي ترجوه يوم الآزفة ويوم الفاقة، إلا ما أخبرتني من عنك لم في إنسان عادي. قال لي: أما إذا أقسمت فأنا علي بن الحسين، أنا صاحب القيد والجامعة. أنا صاحب القيد والجامعة. ولم تكفي كل شاعر، ولم تكفي ابن مروان قيود، بيوم الطف تؤذن باجتياحي، فاشخصه باقيال ثقال بارض الشام مكفول. وليد ابن عبد الملك
الملك ابن مروان هذا اخر من عاصرهم الامام زين العابدين. ما كفى ان الامام ولي في اوروبا، قل له مره ثانيه وحمل الى الشام، وبعدين ودع الى المدينه واخلى الساعه من حيث دس اليه السم على يد الوالي فقطع به كبده الى ان قضى نحبه في يوم المعروف الثاني عشر من المحرم او الثامن عشر من المحرم او الثاني والعشرين من المحرم او في الخامس، وعليه استقر اكثر العلماء الخامس والعشرين وهو هذا اليوم. فكان صلوات الله وسلامه عليه يعاني في مثل هذا اليوم من حرارة السم، آخر رمق آخر نفس آخر لحظة من لحظات الحياة. الآن الإمام السجاد رفع أنفاسه إلى الجنة يقول على باب داره، كأنما أخرجوا له به إلى باب الدار، وجلس الإمام الباقر بالدرس وقد ينظر إلى وجهه الإمام السجاد في آخر رمق في آخر نفس من أنفاس الحياة. يقول المؤلفون وإذا بشخص نوراني واقف يحد النظر إليه، وأخذ الإمام زين العابدين فتح عينه وقام يحد النظر إليه، ثم فارق الشخص ذلك الشخص ذلك المكان. فالتفت الإمام سلام الله عليه زين العابدين إلى ولده الباقر وهو على آخر نفس، قال بني أعرفت هذا الشخص الذي كنت أنظر إليه وينظر إليه ثم فارقني؟ قال لا، وإنما قال لا لأنه لم تفوض إليه أسرار الإمام الجبار. قال يا بني ذاك جدك الحسين يقول يا بني اقدم فما أمامك خير مما أنت فيه، وأنهى كلامه وغمض عيناه ومد يده إلا خالي وخلّ جمالة الإمام السجاد ماله القرآنية. يا لو شاد ابن عشر بالمدينة صار زلزال. يا تبيتين قائل يا شاد ابن عشر بالمدينة أي فاطمة هذه عمته
قبل أن تتفرقوا يوم وفاة الإمام السجاد إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء ويجعلكم خلفاء الأرض صل على محمد وآل محمد اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك مرضانا مرضاكم مرضى المؤمنين والمؤمنات واحفظ جماعة المؤسسين والمسببين والجماعة الحاضرين فردا فردا وإلى أرواح أموات الجميع نهدي لهم ثواب الفاتحة مع